طيب خلينا نسجل من هلا. على الأقل إذا بدي بسجل البارت الأول، ما سجلش كل البارت. طيب هلا شوفوا، بالنسبة لهذا التايتريشن كيرف عم بحكي لي draw the titration curve plot for a 40 ml 0.1 HCl. شايفين ال HCl، ال HCl هو اللي جوا الدورق. كيف عرفت انه هو اللي جوا الدورق؟ اقرأوا كمل السؤال. titrated with 0 يعني ولا شيء ضفت، 10 20 40 60 ml of mean of NaOH. فهون انا اكتشفت انه التايترنت مين، اللي هو الواحد مولر NaOH. تمام. هلا هون جوا الدورق ايش عندي؟ عندي 40 ميل 0.1 مولر. على فكره بدي سامعيني صح؟ سامعيني دكتوره، راح من عند الكمبيوتر راح الاتصال، فكرت انكم مش سامعيني. شباب بدي أصير أخلي حدا تاني يسجل معي المحاضرة، اللي أنا دائما بنسى، أنا هذا النسيان يعني صعب إني أتغير. مين بده يصير يسجل لنا المحاضرة؟ عادي موجود أنا. أوس؟ آه. أوس الله يرضى عليك، بتصير تسجل معنا المحاضرة ماشي؟ في حال إنه محمد كان مش موجود، أنت يعني أنت ومحمد تعطوني الريكورد تاع المحاضرة. تمام. ضحك ضلكم ذكروني، يعني برضو بالإضافة ذكروني إني أصير أسجل أول المحاضرة. سمعت بدن. طيب نكمل السؤال. يلا بدنا هيو، خلينا نحط المعلومات، خليني بس أكتبها هون عشان أرسم لكم إياها على نوت جديدة. عندي 40 يعني تذكروا ال HCl، ال HCl يا شباب اللي جوا الدورق 40 مل، اقرأوا السؤال 0.1 مولر. تمام. هذا ال HCl. هلا ال NaOH اللي عم بضيفها عليها من البيوريت تركيزها قديش؟ 0.1 مولر، بس الحجوم تاعت ال NaOH مختلفة. بتعرفوا ليش مختلفة؟ لاني انا كل مرة بدي اضيف بدي اقيس ال pH، فحضلني مثلا اقيس انزل مثلا 1 مل، بعدين مثلا 10 مل، بعدين 15 مل، بعدين 20 مل، وهكذا، واشوف قديش بصير في ال pH. طيب الحجوم تاعت ال NaOH هي 0 10 20 40 60، هدول من ال NaOH. طيب ماشي الحال. طيب هلا تخيلوا انا هون في عندي في السوليوشن لسه ما ضفت ولا إشي، عندي بس 0.1 مولر HCl، لسه ما ضفت ولا إشي من الـ NaOH، ولا إشي ضفت من الـ NaOH. معلش انا بدي برضو اسالكم، الشاشه طالعه كمبيوتري مش طالعه. لا دكتور طالعه. طب ليه مو طالعه عندي؟ غريب دكتور، انا مو طالعه عندي الشاشه. وانا مو طالعه عندي على الشاشه تاعت الكمبيوتر. خليني ارجع اعمل ستوب بريزنتنج وارجع اعمل بريزنتنج اجين. هيجومين بريزنتنج. طلعت؟ دكتور طلعت. عند الكل صح؟ برضو أنا مش طالعة عندي. ماشي مش مشكلة، المهم عندكم طالعة. طيب هلا انا لسه مش ضايف ولا إشي، 0 مل من ال 0.1 مولر NaOH، ولا إشي ضايف. شو بتتوقعوا ال pH؟ يلا بسرعه جاوبوني، حدا يجاوبني.
زي مثلا اعطيكوا اسم ولا لا؟ يلا جاوبي كيف تبع انت هتكون عليم بس تعطي ال HCL كم؟ واحد اللي هي لوج ال 0.1 أيوة سالب لوج 0.1 واحد يعني pH واحد اللي هو ليش؟ لأنه هو حمض قوي. شايفين كيف إحنا هلأ عم نوظف كل اللي أخذناه هون ال pH هلأ صرنا نحسبها بسرعة. ال pH هذا حمض قوي فهو نفس تركيز ال H plus رح يكون ال pH هي سالب لوج تركيز ال H plus اللي هي سالب لوج الواحد بالعشرة. عشان هيك تمام. طيب هذا لسه أنا ما ضفت ولا إشي من ال NaOH. طيب لو بعد شوي رحت ضفت عشرة مل 0.1 مولر in AOH رح تختلف ال pH تاعت السوليوشن صح؟ هدول كم ملي مول؟ 1 ملي مول صح؟ وهاد يا أعزائي 40 مل بالمناسبة. يعني هدول اللي جوا الفلاس كم ملي مول؟ 4 ملي مول. يعني جوا الدورق عندي 4 ملي مول HCl. كيف طلعته؟ من التركيز معلق شاشتي معلقة مش عارفة ليش. طيب وهنا 1 ملي مول NaOH لما يجوا يتحدوا يعني يصير لهم ميكسينج مش رح يتفاعلوا. كيف بتفاعلوا؟ بنسبة 1:1 صح؟ NaOH مع HCl 1:1 فالواحد هذا بده يخلص مش هيك؟ وحيضل من هون إيش؟ 3 ملي مول. هدول ال 3 ملي مول هم اللي بدهم يتحكموا الـ pH تاعت السوليوشن. هلأ قديش صار تركيز الـ H plus هنا؟ 3 ملي مول على الـ total volume. ما أنت ضفت 10 على 40 فهون إيش بكتب؟ 50 مل. شفتوا كيف حسبت؟ طيب عادي. هلأ شو بعمل؟ باخد التركيز هيو 3 على 50. طيب 3 على 50 فهمتوا كيف طلعت 3 على 50 صح؟ 3 تقسيم 50. التركيز هون صار 0.06 اللي هو تركيز الـ H+. طيب هلا باخذ سالب لوج 6% تساوي 1. pH تساوي 1.22. منطقي لسه المحلول حمضي لانه فالـ pH 1.22. هذا بس ضفنا مين؟ 10 مل. رح اسجلها شباب، رح اسجل القيمه 1.22. أول قيمة 1.22 هاي عند 10. عند الزيرو شو كانت؟ عند الزيرو لما كنت مش ضايف ولا إشي كانت 1 مش هيك؟ هلأ شو مالها؟ شو عم بتزيد صح؟ كانت أول شيء عند الصفر 1 وهلأ بس ضفنا 10 مل صارت 1.22. فهلأ كل زيادة رح تزيد الـ pH. طيب خلينا نفرض إنه أنا ضفت 20 مل 0.1 مولر HCl NaOH NaOH هدول بدي أضيفهم على 4 ملي مول HCl. هدول من وين جبتهم 4 ملي مول؟ مش هم كان الحجم 40 مل والتركيز 0.1 عشان هيك 4 ملي مول. هدول شباب شو حيصيروا؟ هدول حيصيروا 2 ملي مول
2 ملي مول. طيب حسب المعادلة 1 to 1 ال 2 ملي مول رح يخلص وتعين القاعدة وحيضل من هون إيش 2 ملي مول. ملي مول هدول حيتحكموا. فهلا بدي أرجع أحسب تركيز ال H plus اللي هو يساوي 2 ملي مول هدول اللي ضلوا على الحجم الكلي. كم الحجم الكلي هالمرة؟ ستين مل. برا أضبط أنا. تمام. احسبوا لنا يا بالله، حدا يحسب لنا يا إذا معاه آلة حاسبة. تطلع 3% وبتطلع ال أحسنتي 3% التركيز 1.5 تطلع سالب لوغاريتم. سالب لوغاريتم ال pH صارت ال pH ال pH اللي هي سالب لوغاريتم 3% كم تطلع؟ 1.5 1.5 2 3. يعني كنا أول إشي شايفين عند الزيرو كنا 1 بعدين صرنا 1.22 لما ضفنا 10 مل، لما ضفنا 20 مل صارت 1.5. إذا ملاحظين زيادة بسيطة مش كتير، يعني مش عم بتزيد 2 و 3 و 4 و 5، لا عم بتزيد زيادة طفيفة. طيب تمام. اوكي هيك تمام، هيك بين معي. خليني بالله اعمل اتندنس. عبير بدك اشي؟ عبير بدي اسالك دكتوره. اساليني. هلا هون بالخطوه الثالثه اللي سويناها احنا عملنا انه انا ليه ما ضفت الثمل، يعني ليه ما ضفت ال HCl المولات تاعونها مع معمولات ال NaOH تعون العشرة مل للعشرين مل الجداد؟ لا لا لا، هو مش هيك التايتريشن. منيح انك سألتي. التايتريشن شباب بالتايتريشن كيرف انا مش انا عم بعملها ورا بعض، عم اضيف اول شيء عشرة بعدين لا، انا كأنه المحلول ضفت عليه صفر. اوكي هاي اول مرحلة، رجعت كبيته للمحلول حطيته مرة تانية نزلت عليه عشرة حسبت ال pH، كبيت المحلول ال HCl ورجعت حضرته مرة تانية وهذا نزلت عليه 20، مش إني بنزل 10 بعدين 20، لا لا مش هيك. إنه ما بجمع. لا ما بجمع، مش يعني عملية جمع. كأنه كل خطوة يا كل خطوة يا منى كأنها خطوة جديدة، كأني عم ببلش التجربة من أول وجديد. أوكي بس هلا أنا كمان عندي استفسار ثاني غير استفسار عبير. هلا لو حطيت العشرة الأولانية وكملت كمان 10 وحسبتهم 20 بصير في مشكلة؟ لا ما بصير في مشكلة، بدك تحسبي من أول وجديد. أوكي يعني بس أنا بحسب إنه 20 مش زي ما حكيت عبير إنه 10 وبعدين 20 بصيروا 30، لا أنا بحكي مثلا حطيت العشرة الأولانية بكمل كمان 10 إنه صار الفوليوم اللي استخدمته 20 مل، نفس النتيجة بتطلع معي صح؟ لا ولا في اختلاف؟ أوكي خلص كنت بدي هاي النقطة أستفسر عنها لا. كمان شكرا دكتورة. يعني أنت لما تنزلي 10 وكمان 10 غير لحظة شوي بس. نفس مبدأ الجمع يعني هيك بضل. يعني هلا لما تنزلي أول مرة 10 وتكملي بعدين كمان 20 هيختلف عن لما تنزلي أنت ال 20 مرة واحدة. طلعي خليها هاي بنحكي فيها هلا، بوضح لك إياها آخر المحاضرة. بس زي ما حكيت لكم هي مش عملية مستمرة، هي كل مرة كأنها تجربة جديدة. يعني هلأ لما أنا نزلت هون 20 مل هاي تجربة جديدة غير العشر الأولانيين. تمام. طيب
كمان. هلا شو بدنا ننزل؟ بدنا ننزل 40 مل، 40 مل 0.1 مولر من NaOH اللي هدول كم ملي مول؟ 4 ملي مول. بدنا ننزلهم على 4 ملي مول HCl. من وين جبتها هاي الأربعة ملي مول HCl؟ هو الحجم الأولاني 40 و 0.1 فأربعة ملي مول. مش هدول بتفاعلوا 1 to 1؟ شو معناته الحكي؟ كلهم كومبليت. أيوة خلص الانتفاع. The reaction is complete. هاي اسمها الاند point. نقطة النهاية. خلص ما ضل HCl، ما ضل NaOH. طبعا لانهم strong، both of them are strong، يعني strong base with strong acid، نقطة النهاية دائما ال pH بدون ما احسب شو بتساوي؟ تعادل. لانهم both are strong. بس هذا السبب انه كلاهما حمض قوي وقاعدة قوية. بهاي الحالة لما بتعادلوا، لما مولاتهم تتساوى، هذا بيعني انه بدون حسابات ال pH 7. ال pH 7 تمام، مي يعني ما ضلش عندي بس غير مي. هذا بالنسبة للأربعين. طيب لما أنا أغير وأحط 60، شو بتتوقعوا هلأ يصير المحلول؟ بعدين أنتوا شفتوا القفزة، يعني آخر قيمة أخذناها كانت 1.5 أظن، يعني درجنا من 1 ل 1.2 بعدين 1.5 بعدين فجأة بأربعين مل صارت 7. هاي القفزة اللي حكيت لكم عنها، إحنا هينا مشينا هينا واحد مثلا هيك، لو بدي اجي ارسم لما ما ضفتش ولا اشي من ال NaOH كانت واحد، بعدين صارت 1.2 بعدين 1.5 بعدين بعد 40 مل صارت 7 بعدين هلا حتصير هيك، شايفين؟ فإذا بدي أنا أرسم الخط أو بدي أرسم التايتريشن لما يطلعوا عندي هدول النقاط كلهم هيك بوصل بينهم، بتضلك مكمل كمل هيك شارب إند بوينت، هذا هو التايتريشن كيرف. هلا إحنا وصلنا هون إنه 4 ملي مول HCl مع 4 ملي مول NaOH، هاي نقطة النهاية. pH 7 هون، ال pH 7 هون، ال pH 1 هاي pH. يي أنا عم بحكي مع حالي، طالع عندكم؟ مش طالع عندكم غير الدايجرام، مش مبين إشي. يي علي هيها اللي كنت بحكي شباب، هون هي الأول لما أنا هون 0 NaOH added ما ضفتش ولا إشي كانت 1 بعدين 1.2 بعدين 1.5 بعدين بعد 40 مل نطت للسبعة، هيها هون هون هاي هي الاند بوينت. هلا لما بدي أجي أوصل بينهم شباب، بدي أوصل هيك يكون straight، بعدين عند الاند بوينت عند الحجم اللي صارت عنده يعني هي 40 مل، عند ال 40 مل بضلني ماشي لعند ال 40 بعدين بعمل strong inflection point، هيها شايفينها؟ بعدين بكمل حيكمل معك هيك ال pH حترجع. هاي النقطة اللي عند السبعة كانت مولات ال NaOH تساوي مولات ال HCl عند ال pH 7. تمام. طب بدي اسال شغله. اه هلا احنا هون ليش بنحكي اند بوينت؟ ليش ما بنحكي equivalence بوينت؟ مش لانه التفاعل كومبليت. الايكوفالنس بوينت صعب تحصليها بالمختبر. بصير تحكي equivalence بوينت احنا مبدئيا. هلا اوكي بس انه مش عندنا تركيز ومولات يعني صحيحه وهيك. صح. هلا احنا عم نحسب حساب. انك انت عم تحسبيها حسبه. هيك قصدي. بصير equivalence point.
Yes, true. إحنا متعودين نحكيها end point يعني عشان نبين لك إنه خلص هون الرياكشن is complete، هيك متعودين. بس it is هنا يعني عم تحكي زميلتكم إنه هنا أنا عم بحسبها بدقة، فـ it's an equivalence point. مزبوط كلامك، صح 100%. It's equivalence point لأنه أنا عارف الحجم بدقة. هلأ كمان شغلة إنه أنتوا لما وصلتوا الحجم 40 مل NaOH كان في عندكم مع ال HCl، طبعا أنتوا ضايفينها على ال HCl، كانت هاي هي ال equivalence point صح؟ هلأ إيش ما أضيف بعد ال يعني أضيف 41 42 50 مل 60 مل شو حتكون ال pH؟ أكتر من 7 مش هيك؟ لأنه هون عند هاي النقطة ال pH كانت هون كانت 7 ال pH. لا كتير بطيء هيك، وإيش في يعني؟ هيها طلعت. فهلا اي حجم شايفين تحت، اي شيء بعد ال 40 يعني 41 42 50 60 البي اتش رح تكون بيسك. خلينا نجرب، انا ما اعطيتكم في السؤال بدي 60 مل. طيب خلينا نشوف 60 مل. دكتوره يعني دائما الاند بوينت عندي اياها 7 للسترونج بيس او دائما عندي الاكويفالنت بوينت او الاند بوينت لتفاعل الحمض وقاعده قويين الاثنين pH 7 تكون عند الـ endpoint أو الـ equivalent point. طيب هلأ هو بعدين حكى لي إنه ضاف 60 مل 0.1 مولر من NaOH، يعني هدول كم ملي مول؟ 6 ملي مول. برافو. رح أضيفهم على 4 ملي مول HCl. فشو حيصير؟ هدول الأربعة رح يروحوا، حيضل من هون إيش؟ 2 ملي. طيب تمام، هدول بدهم يتحكموا في البي اتش صح، بس هدول قاعدة انتبهوا، فالاو اتش تساوي 2 تقسيم الحجم الكلي، هاي كانت 40 بالمناسبة ال اتش سي ال كم 100 60 ال ان او اتش ضفتهم على 40 ال اتش سي ال صار 100 مل يعني 2%. اثنين بالمية NaOH. هلا خليني أخذ سالب لوج يعني ال pOH سالب لوج 2% تطلع 1.7. أها تطلع ال pH 12.3. شايفين من السبعة صارت 12. هلا مرات شو ممكن تعمل انت عشان تكون دقيق؟ مش احنا الاند بوينت صارت عندنا على 40، لو حطيت 41 يعني شايفين هنا ضفت 41 41 يعني 1 مل زياده، كم بيكونوا الملي مولز؟ بيكونوا 41 4.1 صح ولا لا؟ أتأكد 41 ضرب ناقص صح، ما هو أنا دائما بحب أتأكد، دائما بشكك في حالي. 4.1 ملي مول NaOH with طبعا اللي موجودين 4 ملي مول HCl، هدول موجودين في الدورق، هدول ما بتغيروا لي في الدورق، كل مرة بضلني أشتغل عليهم نفسهم. هلأ هاي حتروح، حيضل من هون 0.1 مول صح؟ هدول بتحكموا في pH. خلينا نشوف بالله كم تطلع 0.1 على قديش 41 81 1 بالعشرة تقسيم 8 1 1.2 times 10 to the power minus 3. طب يعني كم ال pOH؟ pOH POH
سالب log 1.2 to the power minus 3 2.9 يعني الـ pH 11.1. شايفين نطت من 7، يعني شوفوا عند 40 كانت 7 الـ pH، عند 41 صارت 11. شايفين الفرق؟ هاي هي الإكوبلنس بوينت أو الإند بوينت. طيب هلأ إيش بدي أعمل؟ بدي أشوف المحاضرة. شباب كل شيء حكيناه هي موجود في المحاضرة، كل اللي حكيته هلأ هي هون موجود بالتفاصيل. هاي شايفين هنا إنه عند الـ pH لما بتكون مولات، هيني حاسبت لكم 40 ملي مول مع 40، هي 4 ملي مول HCl 4 ملي مول NaOH. الـ pH شو بتكون؟ 7. وعند الـ 60 حسبت لكم إياها، فكل اللي حكيته اليوم موجود في المحاضرة. تشوفوا بعدين شو عملت، حطيت جدول لكل الحجوم اللي كانت معي في السؤال وكم كانت الـ pH عندها، وحطيت النقاط علمتهم علمتهم على الـ diagram تاع الـ pH. هاي أول نقطة، تاني نقطة، ثالث نقطة، هاي النقطة اللي عند الـ pH، وحاولت أوصل بينهم بأطلع sharp inflection point لأنه strong مع strong. Here is the volume at which equivalence point أو end points of titration happens. بس شباب هذا مش homework يعني تحلوه، جربوا حلوه لكم، يعني شوفوا كيف هذا بنعكس الآية. أظن هنا هون عم نعكس صوديوم، عم نضيفه على الأسد، يعني نفس السؤال اللي فوق بس هالمرة عم بضيف بيس على حمض على بيس. يعني التايترنت هو الحمض، هون التايترنت هو الحمض، نعكس الكيرف. يس نعكس الكيرف كأنه بطلع ميرور إيمج. يعني إذا أنا هيك الكيرف الأولاني، الكيرف الثاني ميرور إيمج، صورة إله على المراية كأنه هيك هيك طلع. فهون التايترنت هو HCl، بس اللي في الفلاسك اللي في الدورق السوليوشن اللي أنا عم بعمل له تايتريشن هو NaOH. محاضرتنا لليوم خلصت، إذا حدا حاب يسأل يتفضل، وإذا ما عندكم أسئلة ممكن إنه نغادر. أنتوا اليوم 40 طالب. بدي أسأل شغلة أنا. تفضلي. اللي ما عنده أسئلة. هلا هون لما بنعكس بنصير نحسب عند بعد الإند بوينت، بنصير نحسب الـ H بلس مش الـ OH صح؟ أيوة مية بالمية. تمام هذا الفرق يعني، بس ما هذا هو الفرق بالضبط. مين بده؟ دكتورة معلاج. أهلا منى. أنا دكتورة. دكتورة لو سمحت، هلا احنا بالرسمة حكينا انه الـ pH بصير اختلاف كلي من 7، لما ضفنا الـ 41 صار 11 صح؟ ليش ما بتبين هذا الاختلاف بالـ pH معنا بالرسمة انه في كمان زيادة حادة؟ انت لو ترسميها على اكسل، لو ترسميها على اكسل يا منى بتطلع معك 100 100، بس احنا اوكي بس قصدي مش مستقيمة، خفيف شوي الميلان زي ما احنا عندنا بالرسمة صح؟ بلا اوكي هذا بالضبط. لا في طبعا في ميلان خفيف ومش شرط تطلع معنا احنا بالرسم 100%، بس لو ترسميها على اكسل هو بيعطيك البست بست بست يعني بلوت، احسن شكل، احسن منحنى. اوكي ان شاء الله، مشكوره دكتوره يعطيك العافيه. اهلا يعافيكم والله يعطيكم العافيه، وبنلتقي ان شاء الله يوم الخميس على بركة الله إن شاء الله. يلا نستودعكم، مع السلامة. بدي أعمل end meeting.